السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص فضاء النشاط العلمي المستوى الرابع بالضبط الدرس رقم 4 الحصة الثانية. هنا عندنا الحصة خاصة بمشروع تكنولوجي اللي هو أصنع كمامة لأحمي نفسي ومن حولي. هذا الدرس أو هذه الحصة لها هدفان. الهدف الأول أن يعي التلميذ بأن الكمامة تحميه من كوفيد-19 ومن تلوث الهواء، يعني مجموعة من الأمراض والفيروسات الأخرى. كذلك أن ينمي المهارات اليدوية والتواصلية. هنا في الكتاب المدرسي مقترحين واحد الطريقة لصنع كمامة، كذلك يعني بواحد الوسائل معينة. يعني بعد الاطلاع على هذه المسائل كاملة غادي تبين لي أنا بأن راه خص التلميذ يجيب يعني ثوب أبيض، خص واحد الخيطان مطاطيان، خصنا الطريقة باش نثبتو، يعني غادي نحتاجو إبرة أو لا شي حاجة اللي حادة، وهذا الشيء كيشكل خطورة سواء داخل القسم. لذلك أنا غادي نحاول نقراو مجموعين هذا الشيء اللي مطلوب منا، لكن أنا غادي نقترح عليكم طريقة أخرى باش تخدمو رفقة التلاميذ ديالكم، سهلة بسيطة يمكن للتلميذ يصايبها داخل القسم، آمنة يبو يسطس ما يقش. والوسيلة الثانية، إذا رجعنا للكتاب المدرسي، شنو مطلوب منا تصميم هاد شنو هما الوسائل؟ قطعة قماش وخيطان مطاطيان. علاش اختاروا قطعة قماش أبيض؟ لأنها سهلة للغسل والتعقيم بمحلول جافيل. وخصنا ضروري نفهموا التلميذ بأن هاد الكمامة راه ليست طبية، بس الغرض منها ولا المطلوب منها هو الوقاية فقط. إذا بالنسبة للمرحلة الثانية هي طريقة الصنع، يعني غناخدو داك الثوب ديال الأبيض، غادي نقومو بالطي ديالو جوج المرات، غادي نجي ناخدو الخيطان المطاطيان غادي نعقدوهم، وبعد ذلك غادي نحاولو ندخلوهم داخل داك الثوب ونطويوهم. ماشي حد هنا كتوقف، يعني كيفاش غادي نثبت هاد الطي؟ يعني ضروري واحد الإبرة، والاستعمال الإبرة داخل الفصول الدراسية أمر اللي شوية صعيب بزاف، نقوله خطير أو ممنوع لأنها من المواد من الأدوات الحادة. لذلك غادي نقترح عليكم أنا واحد الاقتراح بسيط جدا، غادي نحاول نصيبه كمامة أو لكمامة انطلاقا من الجوارب. يعني من الأحسن يكون جوارب بيضاء نظيفة أو جديدة، من الأحسن تكون جديدة بدل اننا احنا ما غاديش نستعملوا هذه الكمامه. اذا انا غادي نقترح عليكم غير الفكره، من الاحسن تكون يعني جوارب او تقشر في اللون واحد، من الاحسن تكون بيضاء تكون جديده. انا غادي نوريكم الغرض من هذا، فقط انني نوريكم الطريقه. اذا اول شيء سنقوم بتحديد المنطقه اللي غادي نخدموا بها. اذا ساخذ غادي نقطع من هنا ابارتير دي سي. وغادي نحاول نقطع كذلك من هنا. طريقه بسيطه ممتعه، وحتى التلاميذ غادي يمشيو معكم فيها بطريقه جيده وما تاخذوش الوقت بزاف. اذا هاد الاجزاء غادي نستغناو عليهم، غنستعملو غير هاد الجزء هذا. طريق الخطوه من بعد ما قطعنا هاد الجزء غادي نحاول نفتحو من هنا. سأحصل على هذا الجزء بحال هكذا، ثم انتبه غادي نحاول نطويه بحال هكا. وغادي ناخذ المقص وغادي نخلي واحد الشريط للقياس ديالو، جوج سنتي واحد سنتيم جوج، يعني مقدار قد هكذا. وغادي نبدا نقطع، انتبه راه ما غاديش نوصل القطع حتى لهنا، غير بحال هكا. غادي نحاول نزيد شي شويه حتى لحد هذا الخط، ونفس الطريقه غادي نستعملها حتى من هنا. نفس الشيء غادي نقوم به من الناحيه الاخرى. نحاول نخليو قد قد، وبهذه الطريقة غادي نكون حصلت على كمامة. هادو هما الأماكن
اللي غادي يستعملهم الطفل باش يدخلهم في الأذنين ديالو. اذا هذه هي الكمامه ديالنا اللي حصلنا عليها. الغرض منها انها غير باش يوعى التلميذ انه بامكانه يستعمل الكمامه من اجل الوقايه، وليست كمامه طبيه. اذا كل تلميذ غادي يعرض المنتوج ديالو وداكو يحاول يشرح للزملاء ديالو كيفاش صايب.